جانبه خير دليل زي ما بيقولوا. اسمح لي يا بلال قبل ما اتكلم معاك في مودس، هنستقبل انطونيو اوليفييرا مدرب حراس مرمى فريق ليل معانا وضيفنا النهارده في السادسه. خلينا نرحب بيه بدايه على الشاشه، ولو حابين تشتركوا معايا في الحوار طبعا يا ريت. طبعا انطونيو اوليفييرا بشكرك شكرا جزيلا، طبعا شرفتنا بمشاركتك معانا في السادسه على شاشه الاهلي، اهلا وسهلا بيك. Thank you for your invitation. شكرا جزيلا على دعوتي. وأنا سعيد لتواجدي معكم لأعطي رأيي وتصريحاتي الخاصة بكرة القدم مؤخرا. طيب خليني أبدأ معاك بالدوري الفرنسي، بالبطولة الفرنسية ليج 1، إزاي بتشوف المنافسة فيها السنة دي وتوقعاتك للبطولة نفسها، وخصوصا إن احنا بنتكلم على رحيل اثنين من أهم الأسماء اللي كانوا بيلعبوا في الدوري الفرنسي، نيمار البرازيلي طبعا اللي رحل للهلال، وليو ميسي اللي رحل لإنتر ميامي، وهل ده من وجهة نظرك يأثر بشكل سلبي على شعبية أو متابعة البطولة ولا لا؟ بالطبع الدوري الفرنسي هو دوري مليء بالمواهب وولاد لكثير من المواهب، ولكن ما حدث مؤخرا كان صعبا. الدوري الفرنسي لديه اللاعبين جيدين، كان لديه الأفضل على مستوى العالم بالطبع هو ليونيل ميسي ونيمار، ولكن بعدما غادر أستطيع أن أقول أن الدوري يستطيع أن يستمر في التطور والظهور بشكل أفضل، لأن لدينا لاعب ككيليان إمبابي، أعتقد أن إمبابي أيضا سيغادر، ولكن حتى الآن الدوري الفرنسي لديه فرصة للظهور. فبعد ما أتى نيمار للدوري الفرنسي وجدنا هذا، لدينا حراس على أعلى مستوى، لدينا لاعبين جيدين. إذا نظرت للدوري الفرنسي الآن ستجد لاعبين كبار، ولكنك لن تتذكر اللاعبين الشباب، وهؤلاء هم عدة المستقبل للدوري الفرنسي والدورات في أوروبا. فالاعتماد الآن على المواهب الشابة، أستطيع أن أقول أن لدينا أفضل حراس مرمى على سبيل المثال في العالم، وأعتقد أن الدوري الفرنسي سيعود لأقوى مستوياته كما كان في السابق. يجب على جميع الأندية السعي لهذا، لأن يكون لديهم خط هجوم قوي، خط دفاع قوي، حراس مرمى أقوياء، فهذه حال كرة القدم حول العالم، وهذه هي وظيفتنا كمدربين. طيب خليني اسالك، يمكن ليل مش ما كانش بعيد عن لقب بطوله الدوري، اعتقد يمكن من موسم او اثنين توج بالفعل ببطوله الليجا حتى في وجود الاسماء الكبيره. النهارده بنتكلم على استغناء بي اس جي عن عدد كبير من لعيبته او اعمدته الاساسيه، زي ما ذكرت نيمار وميسي، لازم اقول مثلا ماركو فيراتي اللي رحل ايضا اعتقد لفريق الريان القطري، وغيرهم من الاسماء اللي استغنت عنهم اداره بي اس جي. هل ده ممكن يغير من شكل المنافسه؟ هل ممكن او العربي القطري، هل ممكن نقول انه رحيل الاسماء دي فتحت شهيه الفرق الفرنسيه على المنافسه مره ثانيه بعد هيمنه تقريبا شبه مطلقه لفريق البي اس جي؟ بالطبع إذا رأيت إلى البي اس جي الآن ستجد الأمر مختلف. بالطبع لديهم لاعبين رائعين، ولكن التوازن سيكون أكبر بكثير مما كان من قبل، خصوصا بعد رحيل لاعب مثل نيمار. من وجهة نظري هو كان الأهم. بالطبع الآن الفرق كلها تنظر إلى التتويج بالبطولة، الفرق تستطيع أن تنافس، المستويات تقاربت. بالطبع الفروق ليست كبيرة بين الأندية الآن. إذا نظرت للجدول ستجد أن الفرق متساوية، الفرق متقاربة جدا. منذ وقت طويل أو منذ عدة سنوات كنت تجد الفريق الذي يلعب له ميسي أو رونالدو أو نيمار تستطيع أن تقول أنه الفريق الذي سيفوز بالبطولة أو كيليان إمبابي حتى، ولكن الآن يجب أن يكون لديك معايير أخرى، يجب أن يكون لديك أسماء أخرى، ليس فقط الأمر اعتمادا على نيمار، ولكن يجب عليك ألا تتوقف عن إنتاج المواهب، ويجب عليك ألا تنهي المشوار مبكرا.
يجب عليك أن تتحلى أو أن تحلي فريقك بالمواهب التي احتاجها في كل المراكز. هذا هو الأساس كما ذكرت. هؤلاء هم سيكونون الأفضل في المستقبل لفريقك. لا يوجد الآن اللاعب الأوحد أو اللاعب رقم واحد في العالم. الأمر يختلف الآن في فرنسا الآن. بالطبع هؤلاء اللاعبين هم مهمون لأنديتهم مثل نيمار. ولكن طيب. خليني أتنقل لجزئية تانية. وطبعا أنا عارف أنه جزء من شغل أو مهام عمل أي مدرب حراس مرمى هو دراسة مهاجمين الفرق المنافسة. يهمني أسمع رأيك كمدرب حراس مرمى لفريق ليل في المهاجم المصري مصطفى محمد, ويعني رأيك أو تقييمك لتجربته مع فريق نونت الفرنسي. From Nantes. بالطبع هو بدأ بشكل جيد في البطولة, وأتوقع له وليس فقط بالنسبة له ولكن بالنسبة للنادي. أنا أكيد أعده من أفضل المهاجمين في الدوري, وأستطيع أن أنصح الحراس بمتابعة مهاجم كمصطفى. هو موهبة جيدة جدا, بدأ بشكل جيد. لا أعرف كيف سيستمر, ولكن من الممكن أن نراه في مستوى أعلى, نراه في دوري أقوى من الدوري الفرنسي. ولكن بالطبع كما نراه الآن يجب علينا أن نحكم عليه إذا انتقل لدوري أكبر في أوروبا. حينها نستطيع أن نقول مدى تطور اللاعب, ولكن حتى الآن هو من أفضل مهاجمين الدوري الفرنسي. إذا استمر في إحراز الأهداف أستطيع أن أقول أنه سيتوج بهداف البطولة ويساعد فريقه على التقدم في مراكز في الجدول. ولكن ليس فقط الأمر بخصوصي, وإنما يجب أن أنبه حراسي حينما يواجهوه. مستر فريرا, خليني أسألك كمان على تجربة حراس المرمى الأفارقة اللي يمكن المواسم الأخيرة شهدت تألق عدد من الأسماء الحقيقة بشكل كبير مع أكبر أندية أوروبا. شفنا أونانا طبعا والدور اللي لعبه مع إنتر ناسيونالي ووصوله لنهائي تشامبيونز ليج وانتقاله للمان يونايتد, ومن قبله مندي مع تشيلسي, ومن قبلهم ياسين بونو في إسبانيا طبعا انتقاله للهلال. إزاي شفت تطور حراس المرمى الأفارقة, وإذا كنت تابعت في فترة من فترات أسماء لحراس مرمى مصريين يعني عجبك او شدك مستواهم, مين الاسماء اللي ممكن تكون حاضره في ذهنك؟ For example here in Lille and today I work with one على سبيل goalkeeper. انا اتابع جميع الحراس في الدوري الفرنسي, ومن المهم ان اتابع اللاعبين الحراس الافارقه والحراس العرب. فانا قد تابعت من قبل حراس من دوله المغرب, وياسين بونو حينما كان صغيرا. بالطبع لديكم في المنطقه العربيه حراس مميزين, وليس فقط الامر على الحراس الافارقه بالخصوص, ولكن بالطبع المهارات موجوده في كل مكان. على سبيل المثال استطيع ان اقول ان لديكم حراس يستطيعون ان يلعبوا في الدوري الفرنسي ودوريات اوروبا اخرى, ولكن يجب عليهم البدء من سن صغيره. ولأكون صادقا, يجب على اللاعبين الأفارقة أن ينضجوا ذهنيا أكبر للتعامل مع الأجواء الأوروبية. نعم الآن لدينا حراس بمستوى جيد, ولكن الاستمرارية هي أساس ومعيار النجاح. اللاعب يبدأ بشكل جيد ويحقق بطولة في فرنسا, ولكن بعد ذلك كما نرى الآن في أفريقيا هم يعملون جيدا على هذا الجانب. ولكن بشكل عام في كرة القدم يجب على الحراس أن يجتهدوا أكثر. أستطيع أن أقول في المستقبل سنرى المزيد من أونانا والمزيد من حراس كإدوارد مندي. نعم أستطيع أن أقول ذلك. فأفريقيا ولادة هم الآن من أفضل 10 حراس في العالم, فبالطبع لديكم الفرصة لإظهار المزيد.